السجادة الذكية التي تحسب لك عدد الركعات أثناء الصلاة، فلا مجال للشك بعد اليوم أبدا، لأنك كلما أتممت ركعة من صلاتك أضيء لك ضوء في تلك السجادة حتى تتمم صلاتك، سواء كانت ركعتين، ثلاثة، أو أربع. إذن أخي المسلم، ركز على الخشوع في الصلة مع الله أثناء الصلاة، ولا تقلق في إحصاء عدد الركعات. والسلام عليكم ورحمة الله.